يتشجش يقرب جنبها واللي هياخدها واللي هيدور عليها واللي هيوديها للبوليس. احنا اخذنا القرار في كام ثانية؟ على طول. بس القرار ده تحته، القرار ده اتاخد عشان تحته في حاجة اسمها ايه؟ فاليو. يعني نقسم كده، واحد قال هيضرب على الفلوس، واحد هيضرب على الفلوس هنا، والتاني الناحية دي ده قال هنهدي فلوس هروح للبوليس واسجل الفلوس دي في البوليس. اللي اخذ القرار ده ايه القيمة، ايه الفاليو بتاع، ايه الحاجة المهمة في حياته، القيمة المهمة اللي قال انا هاخد الفلوس؟ الأمانة. هاخد الفلوس؟ لا، الأمانة دي الناحية التانية. الأمانة لا، البليف ده حاجة تانية. بس استنى علي هنا، ايه القيمة اللي اخذ اللي ضرب على الفلوس؟ ايه هي اهم حاجة بالنسبة له؟ الفلوس. الفلوس هي المهمة. طيب العقيدة، هو قال لنفسه ايه؟ بصوا كل آية في كتاب مقدس بليف. ادعوني في وقت الضيق وانقذك فتمجدني، ده اعتقاد. فانا في وقت الضيق انا هروح لربنا فربنا هينقذني فهينجيني فهتحل. لا تجازوا عن شر بشر ولا عن شتيمة بشتيمة، بل بالعكس مباركين. ده بليف. يواخد القرد على ماله، يروح المال ويرجع القرد لحاله. ده بليف. انت مش هتفلحي، انت مش هتتجوزي جوازه كويسه، انت فاشل، انت مالكش فايده في الدنيا. كل ده بيبقى بليف، بيبقى معتقد. فالاعتقاد بتاع الراجل اللي اخذ الفلوس ده ايه؟ قال لنفسه ايه؟ هي جمله. هو الاعتقاد دي جمله انا بقولها لنفسي. ممكن الجمله دي تبقى ايه، ممكن الجمله دي تبقى بابا وماما قالوها لي، ممكن الجمله دي اصحابي قالوها لي. هي اعتقاد. رزق ربنا بعته لي. ما حدش يرفض النعمه. بس قال لنفسه كده. واحد تاني قال لي يلاقي حاجه تبقى بتاعته. هنا بيقول لك فايندرز كيبرز، اللي يلاقي حاجه ياخدها. طب لما يعني هنا مثلا نقول ايه؟ رزق وجالي. اقول لا، مش معقول. طب اللي رجع الفلوس ده قال لنفسه ايه؟ ربنا شايف. قال ايه لنفسه تاني؟ ما تعبتش فيها عشان استحقها، مش بتاعتي، ما اقدرش اخد حاجه مش بتاعتي. لا تعب ولا استحقاق، ولا استحقاق. لو كنت في البارك دي وجنبك ابونا يوحنا وابونا جورجيوس وابونا ستيروس وابونا شنوده وجنبك لفيف من الشمامسه، موقفك هيتغير؟ ولو جنبك اصحابك لا، انا مش قصدي على التقسيم ده هيحصل النهارده باذن الله. لا مش قصدي على التقسيم، قصدي على القرار. وانت بتقرر وانت معاك ناس، بتقرر قرارات مختلفه عن وانت لوحدك. فكتير قوي بيحصل العلاقات بتاثر فيه القرار اللي انا اخدته. وفي الاخر خالص انت مين؟ الايدنتيتي او الهويه. هل احنا انت في الناحيتين، انت ابن ربنا المحبوب، لكن هل انت تعمل مصير فاكرين المسيح الصوت اللي جه من السماء، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت؟ ربنا بيبص على كل واحد فينا يقول هذا هو ابن الحبيب، هذه بنت الحبيبة، هذه هو ابن الحبيب، هذه بنت الحبيبة. بس هل هو بنا سر ربنا؟ احنا مسرة ربنا؟ احنا سبب فرح لقلب ربنا ولا لا؟ بالقرار اللي انا هعمل فيه الوصية بابا، انا به سررت. ربنا انا ابن ربنا اللي ربنا مبسوط بيه، او ربنا فرحان. لكن هنا انا ابن ربنا الذي لا يعمل مسرة الله. انتوا معايا ولا لا؟
طيب القرار تحتي ايه؟ القرار تحتي ايه؟ القرار تحتي ايه؟ value. value تحتي belief. والbelief تحتي relationships. والrelationship تحتيها identity. ناخد بقى ناخد انتوا كده فهمتوا المنظومة. ناخد تكوين 24 ونشوف ان الاصحاح ده هو صح اصحاح اتخاذ القرار بتاع الارتباط. وشخى ابراهيم وتقدم في الايام وبارك الرب ابراهيم في كل شيء وقال ابراهيم لعبده. هنا ابراهيم كبر، اسحاق كبر، ابراهيم حاسس ان هو هيموت وعمال يفكر طب انا ايه اهم حاجه. طبعا ابراهيم ابو الاباء كان غني جدا، عنده فلوس ملهاش اول من اخر، لكن كان ايه اللي شغله؟ ايه اللي شغله؟ هي جواز اسحاق، ده الحاجه الوحيده اللي شغلها. وقال ابراهيم لعبده كبير بيته المستولى على كل ما له ضع يدك تحت فخدي علامه للعهد فاستحلفك بالرب اله السماء واله الارض ان لا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين الذي انا ساكن ايه في وسطهم، بل الى ارضي والى عشيرتي تذهب وتاخذ زوجه لابني اسحاق. ايه القرار اللي هنا ابراهيم عاوز ياخده؟ القرار ايه؟ جواز مين؟ جواز اسحاق. طب ايه الفاليو بقى من اللي هو قاله هنا؟ في كذا حاجه هناخدها. ايه الفاليو؟ ايه الحاجه المهمه قوي بالنسبه له؟ فاستحلفك ان لا تاخذ زوجه لابني من بنات الكنعانيين لانهم ايه؟ ان هم لا يعبدوا الله، بل الى ارض والى عشير تذهب وتاخذ زوجه لابن اسحاق. ايه اهم حاجه بالنسبه لابراهيم؟ انا واحده تكون بنت ربنا، ياكل واحده من ربنا. ما هي من عشيرته ليه؟ عشان هو قاعد مع عشيرته رسبهم من قلب الله. لا ما انا لسه ايه اللي هو بيدور عليه؟ هو بيدور ايه الفرق بين واحده من عشيره ابراهيم واحده كبنت كنعانيه؟ الفرق دي بنت ربنا. ودي بنت العالم. دي يعني القيمه اللي هو بيدور عليها هنا. في تيشو القيمه اللي هو بيدور عليها هنا. انتوا كده بتهالي ايه؟ كل ده احنا فهمناه مش محتاجين. بيدور اول حاجه مهتم، ما قالش خلي بالك من الفلوس بتاعتي، ما قالش خبي الفلوس فين، ما قالش عد يا ابني الغنمات وعد الفلوس عشان لما انا اموت يبقى اسحاق عارف راسه من رجليه وعارف براسه ايه. ما قالش كل الحاجات دي. كان مهم بالنسبه له قرار الزواج، قرار زواج اسحاق. الفاليو اللي هو بيدور عليها انها تبقى بنت ربنا، ده اهم حاجه بالنسبه ده اللي ابراهيم باصص عليه. فقال له العبد ربما لا تشاء المراه ان تتبعني الى هذه الارض. ده هيروح اول دوين لغطحه، يعني هيروح اول دوين من اورشليم لغايه العراق مسافه رهيبه عشان يجيب بنت من عشيرته. هل فقال له يمكن الست اللي انت عاوزها ما تتبعنيش وما تجيش الارض، ما تجيش لغايه هنا، فهل ارجع بابنك الى الارض التي خرجت منها؟ يعني ارجع اسحاق ايه البلد هناك؟ ابراهيم قال له ايه؟ قال له سيبه هناك. قال له لا ما ترجعوش. ليه؟ لان ربنا هو اللي قال لابراهيم ايه؟ سيب ارضك وعشيرتك. وهو جاي ماسك وعد ربنا ان هو ده المكان اللي ربنا عاوزه فيه. فوصي فهنا لما اختلفت الامور هنا ايه؟ امشي ما دام مش انت الجواز اهم من ربنا. هو هنا ده المحك. ما هو قال له ايه؟ لو انت ما لقيناش واحده من عشيرتك اسيب بقى اسحاق هناك وخلاص يا ربنا يسهله. بالنسبه له هو بتختار ايه؟ بتختار اجوزه اي جوازه ولا يكمل اسحاق يعيش فيه الارض اللي ربنا وعدك بيها ويكمل المسيره اللي انت بداتها؟
قالوا لا لو الامور زنقت كده لا يبقى نسمع كلام ربنا وسيبك ايه من الجوازه خالص. فقال له ابراهيم احترز من ان ترجع لابني الى هناك، اوعى تسيبه. الرب اله السماء الذي اخذني من بيت ابي ومن ارض ميلادي والذي كلمني والذي اقسم لي قائلا لنسلك اعطي هذه الارض هو يرسل ملاك امامك فتاخذ زوجة لابني من هناك. ابراهيم بيقول له ايه؟ انت رايح هتلاقي زوجه وهترجع بيها لان ده اللي ربنا ايه قال عليه. المعتقد انه ايه بالايمان ابراهيم ايه لما دعي اطاع، ولما بعت اليعازر الدمشقي عشان يساعد اسحاق في زواج رفقه كان عنده هذا الايمان ان ربنا هيبعت وهتيجي الزوجه هتيجي هو يرسل ملاك امامك فتاخذ زوجه لابني من هناك. وإن لم تشأ المرأة أن تتبعك تبرأت من حال في هذا، ها أما ابني فلا ترجع به إلى هناك ما تسيبوش هناك. فوضع العبد يده تحت إيه فخذ إبراهيم وحلف له على الأمر. ثم أخذ العبد 10 جمال وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة نحور وراح عند خارج بئر المدينة وقت المساء وقت خروج المستقيات وقال أيها الرب هنا ببصوا إيه ده أليعازر الدمشقي بيصلي أيها رب إله سيد إبراهيم هو ما عرفش ربنا. إبراهيم يسر لي اليوم وأصنع لي لطفا وأصنع لطفا إلى سيد إبراهيم، ها أنا واقف على عين الماء وبنات أهل المدينة خارجات يستقين ماء، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب فتقول اشرب أنا وأسقيك وأسقي جمالك أيضا أسقيك وأسقي جمالك هي التي عينتها لعبدك إسحاق وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. الصلوة العميقة دي من قلب اليعازر الدمشقي اللي عمال يحتك بإبراهيم كل السنين دي، رجل الإيمان العظيم بيصلي يقول يا رب أنت إله السماء وأنت إله إبراهيم، أنت سهل لي النهاردة وحط في قلبه إيه أن الفتاة التي أقول لها أميلي جرتك لأشرب اللي بيقولها إشربيني هي هتقول له إيه انا مش هشربك بس انا هشربك وهشرب ايه جمالك. ايه الفاليو عند الست دي؟ كرم زي كرم وايه خدمة. الفاليو بتاعتها هنا ابراهيم عاوز بنت ربنا، واليعازر الدمشقي قال لك يعني ايه بنت ربنا هتبقى في دماغ ابراهيم انها تبقى ايه عندها محبة للخدمة عندها روح خادمة روح خادمة. دي الفاليو انها تبقى بنت خادمة، اهم حاجة انها تبقى عندها الحتة المحبة. كنت لسه بسمع عزل لابونا داود لما كان بيضيف كمان ان الجمال بتاخد اتليست ساعتين تلاتة عشان تشرب عشان يحوش مية كمان، فالموضوع متعب. فكمان في مسابرة مش بس ان انا انها هتقد هتسقي الجمال يعني هتديهم حاجة سريعة، لا دي هتبقى فيها مجهود. وإذ لم يفرق بعد من الكلام إذ الرفقة التي ولدت لبتوئيل ابن ملكة امرأة نحور أخي إبراهيم خارجة من وعلى جرتها على كتفها وكانت حسنة المنظر جدا وعذراء لم يعرفها رجل. هل حسنة المنظر جدا؟ هل إبراهيم قال له تجيبها بقى إيه ملكة جمال؟ شكلها حلو معها فلوس كارير متخرجة من طب نقدر نعمل بيزنس مع بعضينا؟ بس انا دكتور يا ابونا وبدور على واحده صيدلانيه عشان نفتح كده بيزنس. هو ده اللي انت بتدور عليه؟ وكانت حسنه المنظر جدا فنزلت الى العين وملأت جراتها وطلعت فرقد العبد اللقاء وقال اسقيني ماء، فقالت اشرب يا سيدي واسرعت وانزلت جراتها على يدها ولما فرغت من سقي قالت اسقي جمالك ايضا حتى تفرغ من الشرب. البنيف هنا المعتقد ان لما تصلي ربنا يفتح لك عينيك ويديك رؤيه ويحقق لك اللي انت نفسك فيه. القصه دي قالها انبا موسى اسقف الشباب، كان فيه راجل معلم بتاع الكنيسة. طبعا المعلم في الوقت ده ما كانش اغلب المعلمين ما كانوش بيشوفوا، وكان المعلم عاوز يتجوز
هو اصلا ما بيشوفش. حط الموضوع في صلاته وبدا يصلي عشان موضوع الارتباط. حلم في يوم ان هو شاف خارج من الكنيسه وماشي في سكه معينه، راح بيت معين، طلع ثلاث ادوار، خبط على الباب، حد شافه فتح له، وكان اللي فتح الباب ده الاب ووالد البنت اللي عارف اسمها وشافها في الحلم، والحلم ده اتكرر ثلاث مرات. قالوا الاب اعترافه، وابونا قالوا لا يبقى ربنا بعت لك رساله، ابونا اخذه من ايده، والمعلم قال له بقى امشي بقى كذا خطوه احنا وصلنا للحته دي، يقول له اه لا، يقول له كمل، اطلع الدور الثاني، اطلع الدور الثالث، خبط او في كام شقه، الشقه اللي على اليمين، خبط على الباب، فتح الباب، طلع الاب رد عليه، قالوا له الحلم ده كان، وكان فعلا البنت دي كان اسمها صح، وارتبط المعلم ده وهو مش شايف ومش عارف ومش دريان، لكن ايه كان حط هنا البليف، قوه اهميه الصلاه، اهميه الصلاه في القرار. ينفع نعترض ولا ما ينفعش؟ ينفع نعترض؟ هي قصه جميله بس يعني مش هتاكل عيش. لا هي القصه ما لهاش علاقه بالواقعيه، هي قصه حقيقيه حصلت. جواز صلى الله هو حلم حلمه وبعد كده يعني مشي نفس طريق مع اب الكاهن بتاعه، خبط على الباب. لا حتى لو حصل يعني انت بتشككي في القصه. لا 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 بس ده اكسبشن. اكسبشن بس هو اللي انا بقوله ايه؟ المسج ايه؟ صلاه. هي صلاه. اوكي واحده ثانيه. دي ابونا تدرس يا اللي حاجه القصه دي. واحدة ست، لو فيكم حد في اسكندرية، حد من اسكندرية ده طبعا تعرفوا، رحتوا بالتأكيد سبورتينج. سبورتينج انت بتطلع على اسكندرية تسلم كده لافف داخل على الكنيسة، والبنت تقدم لها واحد الولد كويس قوي، مفيش حاجة غلط، كل حاجة على الورق، كل حاجة بيرفكت، عماله تصلي مش مرتاحه، تصلي مش مرتاحه، تقول لها باعترافها، تقول لها طب هو في ايه الغلط؟ مفيش حاجه غلط ابونا بس انا مش مرتاح، حاجه غلط مش عارف. المهم اهلها بيقولوا لها مفيش حاجه غلط، هي اصحابها بيقولوا لها كله حاجه كويسه، اب اعترافها بيقول لها مفيش مشاكل، عماله تصلي في ايه؟ عدم ارتياح. الرب يكلم شعبه ايه؟ مزامير، مفيش مزامير. لأن الرب يكلم شعبه بالسلام، مزمور 68، لأن الرب يكلم شعبه بالسلام. لما يبقى جواك سلام، لما جواك ارتياح، دي علامة ان الأمور من ربنا. المهم عماله تصلي وحاسة فيها غلط، لغاية يوم الفرح ونزلت من العربية وأخدت يعني جوزها، المفروض يبقى جوزها أخدها واخدها في أنجاجي، والاب استلم على باب الكنيسه وطالعين مع بعض السلم. هي كانت لابسه هاي هيلز، فداست بالهيلز على ايه؟ على صباعه الكبير باي ميستيك، فهو صرخ وقال لها مش تحاسبي يا، وراح قال لها ايه؟ شتيمه مش تمام. فسبت، راح اولد وي لغايه الهيكل، كان ابونا تدرس جوه، قالت لابونا انا عاوزك في ثانيه. أمور مبين عليها، تقول على فكرة أنا إيه مش هتجوز. لا يا بنتي أري بشور، لها قالت له أنا بصلي بقالي كل الفترة وربنا استجاب لصلاتي أو إيه، في آخر لحظة دي عرفت الموقف، أخذ القرار وأبونا مسك الميكروفون قال يا جماعة بنعتذر، الفرح اتكنسل ويعني مش هينفع نعمل الفرح. اللي أنا بقوله إيه؟ أهمية الصلاة في اتخاذ القرار. مفيش قرار ممكن هتاخده في حياتك أهم من القرار ده. مرة كنت
يمكن برضه انتوا سمعتوا القصه دي. واحده كلمتني في التليفون بتقول لي هون فلان الفلاني بيعترف عند قدسه. انا كنت سايق العربيه قلت لها او بيعترف عندي بس انت هتساليني على اعترافه وانا مش هجاوبك. هتساليني على اي حاجه في اعترافه انا مش هقدر اجاوبك. احب فاهم الموضوع ده؟ قلت لي اه طبعا انا فاهم. قالت لي اصل هو قال لي انه ما بيصلي ما بيحبش الصلاه وما بيصليش. صحيح. قلت لها انا هيك سمعتيني انا قلت لك ايه؟ انا قلت لك انت هتساليني على اعتراف انا مش هجاوبك. قالت لي اه. قلت لها يعني هو بيقول لك انا ما بحبش الصلاه وما بصليش. قالت لي اه. قلت لها اوكي. انا ماشي. وانا قالت لي بس على فكره اب اعترافي قال لي إذ رأيت إنسان لا يحب الصلاة فاعلم أن ليس فيه شيء صالح البتة. أنا ركنت بالراحة بقى عشان ينفهم. أب اعترافي قال لك كده؟ قالت لي آه. قلت لها أب ماري إبرام السورياني اللي قال القول ده؟ قالت لي آه. قلت لها يعني أنت في واحد متقدم لك وهو بيقول لك أنا ما بصليش. وأب اعترافك بيقول لك لو شفتي حد ما بيحبش الصلاة وما بيصليش اعرفي ان ايه؟ ليس فيه شيء صالح البتة. يعني حطيهم هم جنب بعض. العملية سهلة. قالت لي اه ثانك يو انا اخدت القرار خلاص. وفكت. يعني قالت له قالت الشخص ده تفوت الايام وتعدي. اعرف البنت دي بالصدفة انها جت بعد سنين. قالت لي انا فلانه الفلانيه اللي بنت اموره جدا ناجحه جدا شاطره جدا في الكارير بتاعها اعلى تعليم يعني بنت ذهب. لكن اللي فرق معاها ايه؟ هي الصلاه. اللي فرق معاها هي الصلاه. مش يا بولا ده كيوت قوي ده طويل ده لذيذ قوي يا بولا انت لو قعدته حلوه وفاني نكت 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 نقعد مع بعض قلبك يهفها في ابونا. وبعدين عنده بيت في ال يا ابونا. طب يا حبيبتي هو بيروح كنايس؟ هو اخر مره قال لي ان هو في سته ابتدائي حضر الجمعه العظيمه. اه طب هو عنده اب اعتراف؟ انت مالك يا ابونا يعني انا جاي لك تنكيد عليا ولا ايه؟ مش عارف. الموازين مقلوبه. الموازين مقلوبه لانه الفاليو سيستم والبليف وانت مين بيأثر في القرار. احنا كلنا الى الاسف احنا شغالين. عارفين اللي ماسك الورده اتجوزه ما اتجوزوش اتجوزه ما اتجوزوش اتجوزه ما اتجوزوش. هو دي اللي احنا واقفين عليها. طب وات اباوت الفاليو سيستم؟ وات اباوت انت ايه اللي مهم بالنسبه لك؟ من قبل ما نبدا كان حد كذا حد بيتكلمني. طب اللي مهم بالنسبه لك كارير، مهم بالنسبه لك الشخصيه، مهم بالنسبه لك القرب من ربنا، مهم بالنسبه لك التعليم، مهم بالنسبه لك الفلوس. واحده صيدلانيه، القصه دي حصلت في مصر. اول ما اتخرجت قدم لها واحد زميلها في الجامعه مرتبه لسه بسيط لسه ما بدأش حياته ما عرفش عنده جيش وبس ولد ابن ربنا قوي وممتاز كل حاجة فيه كويسة بس الماديات مش قوي. وفي نقل بعدها بكام يوم اتقدم لها واحد عنده 4-5 صيدليات بيج بيزنس مان ويل اوف ما بيروحش كنايس كانوا محترمين. يختاروا الراجل التقي من غير فلوس ولا يختاروا البيزنس مان من غير ربنا؟ هيك اختاروا ايه؟ البيزنس مان. الجواز استمرت قد ايه؟ 7 ايام. اليوم السابع ما هي مش فاهمه واتس جوينج اون. اصحابه جم سكر وشرب ودرينكينج وبارتي ودراجز وقال لها تعمل حاجات ان ابروفيت وقالت له انا مش قادر اعمل كده. قال لها خلاص لم حاجتك واطلعي بره. في اليوم السابع لان المنظومه كوربتد. اسالوا ابونا جورجوس كميه المشاكل اللي بيشوفها وكميه الكيسز في المجلس الكليني لانه مفيش اساس. المنظومه كلها بايظه.
ولا انت عارف انت مين، ولا انت ربنا ابن ربنا ولا مش ابن ربنا، وعلى العلاقات نصها مضروب، والبليف سيستم ماشي بدماغك، والفاليو سيستم كل واشكر وماشي حالك، والديسيجن زي ما تيجي. فبنيجي نقابل مشاكل، المشاكل ملهاش حل، المشاكل ملهاش حل. كانت بدايتها ايه؟ قرار اتاخد من غير ما نرجع لأساسا. شفتوا هنا ابراهيم اهم حاجة عنده انه يجوز اسحاق بنت ربنا، وعمل الصلاة في البروسيس واضح جدا، هو بيصلي وقال له ربنا هيديك، وقال لي عزر الدمشق، راح وصلى صلاة قوية جدا وطلب من ربنا اللي هو ما يعرفوش على علاقة شخصية بيه زي ابراهيم، وقال ايها الرب اله سيدي ابراهيم. لكن شرب من ايمان ابراهيم ابو الاباء، وحط الموضوع هنا اهمية الصلاة في اتخاذ القرار الإزكي. فاحنا نخش على القرار زي ده وكل اللي عمالين بنحسبه فلوس وسوليتير، وبنت خالتي جالها سوليتير معرفش بكام، ولا نضغط عليه شوية عشان ياخد فلوس على الكريدت كارد عشان يجيب لنا سوليتير وما نبقاش اقل مش عارف من مين، وناس ماشية في قصص كتير قوي. كنت في مصر والناس اعرفهم، وانا عارف ان البنت مخطوبه وبقى لها سنين، بقى لها فتره طويله مخطوبه، مشاكل 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 مشاكل، هي عندها مشاكل ومشاكل مع الاهل ومشاكل مع الاهل ومع الاهل، الدنيا صعب. انا روحت لهم لقيت الحله بالصدفه دي، فانا عارف كل الاحداث، بقول لهم يعني معلش احتملوني، هل انتوا يعني واثقين في الديسيجن اللي انتوا ماشيين فيه ده؟ مشاكل كتير قوي والامور شكلها بتعك، مفيش ارتياح، انا اللي من بره ما اعرفش حاجه خالص، مفيش ارتياح. فقالوا لي ابونا انت بتهرج يعني، جاي قبل الفرح بيومين تقول لنا ان فرقش فرح، طب ونعمل ايه في الكروت اللي طلعت، ونعمل ايه في الفلوس اللي دفعناها في الاوتيل؟ انت عجيب قوي، هم قالوش دي بس يعني ايه ده بين دي ده سنة طلاق. ما هو العملية مش مقوحة، العملية لأن الرب يكلم شعبه ايه بالسلام. لو ما فيش سلام بتصلي وفي علاقة حلوة مع ربنا، انت شخصيا في علاقة وانت شخصيا في علاقة مع ربنا، وتطلب من ربنا من قلبك، حاطط كل الامور قصاد ربنا، بتحط البريوريتي الصح، بتحط الموضوع في الصلاة، بتطلب من ربنا، ربنا تلاقيه بيرشدك ويدي ارتياح في قلبك وفي قلب البنت او الولد اللي انتوا بتتقابلوا او اللي متقدم، في قلب الاهل الامور تبقى مختلفة. لكن احنا للأسف دلوقتي عنوان الشعار بتاع what is happening، وكان كل واحد يعمل ما يحسن في عيني، كله ماشي بالمغو. انت ما تقوليش انا اعمل ايه يا عم، انا قلت لك اشتغل ايه، لا انا كبيرة انف، وانتوا ما تتحكموش فيا، وانتوا ما تعرفوش ده، وتفضل كل للأسف كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. ده بليف سيستم، انا ماشي بدماغي وانا اللي هقرر وانا اللي هعمل كل حاجه، وانت ما تقوليش اعمل ايه. طب انت سألت ربنا، انت طلبت من ربنا ولا لا؟ القصه بتاعت زواج ابراهيم، زواج اسحاق من رفقه، بعد كده احنا اغلب القصه معروفه، وازاي ربنا بارك في الزواج ده، وزي ما ربنا اشتغل، وزي ان اسحاق يسمع كل ياخد كل المشوار ده عشان يسمع كلام، ياخد بركه باباه اللي رايح بيدور على بنت ليس من شعب بني اسرائيل، لكن عاوز بنت من بنات ربنا، وعاوز ياخد بركه ابوه، ولا فارق معاهم فلوس ولا فارق معاهم شكل، لكن ربنا الفلوس كانت موجوده والشكل كان موجود جيبوه بس، لكن ما كانش ده الهدف.
انا هقول لكم بس على حاجة اخيرة وكده نبقى يعني احنا خلصنا الموضوع ده. صوت الجسد اوكي، ركزوا معايا. ده ايه صوت الجسد؟ ده صوت المشاعر. ده صوت ايه؟ العقل. الجسد وكده ايه؟ مشاعر وكده العقل وكده هنا صوت الروح، صوت روحيا. وهنا ده صوت الروح القدس. انتوا معايا؟ صوت ايه؟ جسد وكده مشاعر وكده العقل وكده الروح وكده عمل الروح القدس او صوت الروح القدس. للاسف في ناس بتاخد صوت الجسد ويبقى هو ده، هو ده الديسيجن. لا اصل هو كبير ضخم كده ويملى العين. لا اصلها اموره قوي وبعدين وفاني ولذيذ وبيضحك اوكي المشاعر دخلت. يجول الاثنين دول بيتجوزوا بعض. الجسد صوت الجسد لما يعلى، يعني ايه صوت الجسد يعلى؟ هنا المشاعر وهنا ايه؟ العقل. هنا المشاعر وهنا ايه؟ العقل. المشاعر وهي ستيبل، العقل ايه؟ المشاعر لما تبقى اب، العقل ايه؟ يروح دمر. فيقول لك كده في سفر الامثال: الزاني بامرأة عديم العقل، لانه اللي وقع في الخطية الشهوة هي اللي صوتها كان عالي والجسد صوته كان عالي، فالعقل ايه؟ راح. كم واحد فقد شغلانته عشان المدير قال له كلمة طب you know what this is my resignation I'm quitting. كم واحد غلط في حد وقال انا مش هخش له بيت تاني وانا مش هكلمها تاني وانا مش هعمل واحنا وقت. ليه؟ لان كان emotional، الاموشنز هي اللي تيكن اوفر والعقل ما كانش موجود، فتلاقي ايه؟ الديسيجن نفسه غلط. فأول غلطة إن الواحد ياخد صوت العقل بس عشان في physical attraction أو عشان في استلطاف على مستوى الارتياح على مستوى الجسد أو attraction على مستوى الجسد، يقول خلاص هي دي، هو ده الحب. أصل أنا إيه؟ قلبي بيهفهف والبترفلايز بتتحرك في بطني أول ما أشوفها وبس، يعني خلاص. بريتني سبيرز المغنية اتجوزت في فيجاس ودخلت درايف ثرو بعد 48 ساعة طلاق واتطلقت بعد 48 ساعة. طب انت كنت اتجوزت بيه من الأول؟ لأن صوت الجسد كان عالي. مين اللي اتجوز جوازة أو ارتبط بواحدة عشان كان صوت الجسد عالي؟ كتاب مقدس شمشون شاف دليلة في المكان بتاع الماركت واعجب بيها قوي واتهبل عليها وقال هي خلاص هي دي، وقعد بقى يعيط لابوهم يقول لهم ايه هاتوني دي، هي دي البنت اللي انا عاوزها، هي دي اللي انا عاوز اتجوزها. فصوت، هل صوت الجسد ده غلط؟ لا، صوت الجسد ده مهم لكن مش ايه؟ مش لوحده. صوت المشاعر ده احنا يقولنا بنقعد نضحك، لا احنا ما فيش اي حاجه على مستوى الجسد بيننا، لكن قعدتوا جابونا مش بقى 3 ساعات بيعدوا مش معقول، اكيد مفيش حاجه يعني مش حاسين بالوقت. لذيذ قوي وظريف قوي وهي ابونا تستلطفها كده وعلى وشها ابتسامه لذيذه قوي، مش معقول يا ابونا كل ده حلو. بس هل هو ده الديسيجن؟ هل ده القرار؟ انت باني قرار فور لايف عشان انتوا مستلطفين بعض او في ارتياح كده يعني؟ فللأسف القرار لوحده على الجسد، من الذي يزرع للجسد من الجسد يحصد. حد عارف الآية دي؟ ولا مزامير ولا عهد جديد. الذي يزرع للجسد من الجسد يحصد هوانا، والذي يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. اللي يزرع للجسد من الجسد، لو انا الديسيجن بتاعي انا واخد القرار عشان في فيزيكال سيكشوال اتراكشن بيني وبينه،
من الجسد يحصد هوانا، لكن الذي يزرع للروح، الذي يزرع للروح من الروح يحصد حياة أبدية. فالمشكلة الأولى أن أخذ القرار بيزد على الجسد، المشكلة الثانية أخذ القرار بيزد على المشاعر. ساعات بقى بيبقوا دول متجوزين مع بعض والمشاعر والجسد عمالين إيه بيفيد each other، وهو ده الديسيجن. أنا واخد الديسيجن بيزد على المشاعر والجسد، طب العقل فين؟ ما أعرفش. طب الروحيات فين؟ ما ده يوم الجمعة العظيمة في ستة ابتدائي. طيب لا، فالجسد صوت الجسد ما ينفعش لوحده، صوت المشاعر ما ينفعش لوحدها. طب العقل بقى ايه؟ سيبك من ال لا، احنا مش بتوع حاجات على مستوى الجسد ومشاعر ومشاعر ايه؟ ده هي من عيلة فلان واحنا من عيلة فلان، وبعدين احنا عندنا فيوتشر بيزنس مع بعض فلازم ايه؟ بتجوز. هي صيدلانية وانا دكتور، نعمل البيلدينج وتعمل الصيدلية تحت ونفتح العيادة فوق، والفلوس بقى ايه تشتغل كده وبيزنس مايند سيت او كومن سيت. احنا يعني مفيش بيننا مشاعر قوي، ويعني انا نازل مصر معرفهمش، هم معرفونيش، بس يعني شكلهم كويسين وهو شكله كويس، ايش الحال؟ اوكي نتجوز. اول حاجة ايه؟ الجسد. تاني حاجة مشاعر. تالت حاجة العقل. العقل what makes sense. كل حاجة من دول لوحدها ما تنفعش، كل حاجة من دول لوحدها ما تنفعش. اخر حاجة الروحيات. اصلا انا ابونا شفتها في الفريق بتاع الكورال، فقلت بالتأكيد هي دي البنت اللي هي ربنا بعتها لي، لان قريبة جدا من ربنا. طب هل انت على مستوى الجسد؟ انا الواحد مفتكرش ان انا في كهنوتي قلت الواحد لا الا الشخص ده. كان بيكلم برضو على الارتباط، يقول لي ابونا دي بنت روحانية جدا، دي بنت ممتازة، دي قلت له طب في ايه المشكلة؟ قال لي ما اعرفش كده اصلا يعني. فشرحت له الموديل ده وانا قلت له طيب على مستوى الروح تديها كام من عشرة؟ قال لي 12. طب على مستوى الكومن سنس، كومن سنس ده بقى ايه؟ اجتماعيا، ماديا، عائليا، تعليميا، كنسيا، رأي الأصحاب، كل الحاجات، كل ده كومن سنس. فقال لي 8 و 12 و 8. طب على مستوى المشاعر؟ أنا 4. طب بقى على مستوى الجسد؟ قال لي 1. أبوس إيدك لا يعني 1 من 10 مش هينفع. ده انت هتكرهها في عشتها وهي هتكرهها وهيبقى وقت صعب. طيب فالروحيات بس ما تنفعش، مش عشان هي، عشان هو شماس وحافظ وقام قال اللي قرا الانجيل في الاسبوع الالام، فيبقى هو ده. لا، في فاكتورز كتير تاني. الجسد يقول اوكي، المشاعر تقول اوكي، الكومن سنس بكل اللي احنا قلنا عليه، الفاكتورز بتاعت الاهل والاصدقاء والماديات والتعليم. مره كنت في زياره، وبعدين الراجل توب نوتش في هيز كارير، فيري 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 ريتش، فيري فيري سوفيستيكيتد في الكارير بتاعه، مشهور قوي. فانا دخلت البيت، الراجل مش هنا في الولايه، حاجه في حته تانية خالص. الراجل راجع من البيت، وبعدين قال يا ابونا تعالى، وبعدين وقف جاب اكل للعيال وعمل بياكل العيال وبيحمي معرفش ايه، ومراته مش موجودة خالص. ففين وفين مراته دخلت، فعرفت ان مراته مستوى التعليم متوسط. بقولوك راجل توب نوتش، مستوى التعليم متوسط، فمفيش تواصل اصلا، مفيش كلام. انا قعدت دقيقتين شفت المنظر في حاجة غلط. وبعدين فتح لها بيزنس ايا كان البيزنس ده، عشان ايه؟
يعني تتشغل وكده. البلد اللي هم فيها دي بيجيها ناس من مصر، فجي وفرق السن بينهم ضخم، فرق السن ضخم، فرق التعليم ضخم، فرق المستوى الاجتماعي ضخم، فرق حتى التواصل مفيش تواصل. بعد بالظبط بعد سنة عرفت ان هم انفصلوا كومبليتلي، لان في حاجة غلط، في حاجة انا معرفش. طبعا في مشكلة معقدة عن كده بكتير، لكن الكومن سنس ان الغموض نبقى قريبين من بعض. ما بقولش ان انا دكتور مش هتجوز الا دكتورة، لا مش ده اللي احنا بنقوله، بس يبقى في تواصل، نقدرين نتواصل كعيلة، نقدرين نتواصل كأصحاب وأصحاب على المستوى المادي، على مستوى التعليم، على مستوى التواصل، على كل المراحل دي. فالجسد يقول اوكي، المشاعر تقول اوكي، الايه كومن سنس يقول اوكي، الروحيات تقول اوكي. اب اعترافنا في مصر قال كده، بيقول لي كده في وسط الكلام، بيقول لي ابونا هي العمليه سهله، هو يوم الاحد الصبح صور كده صوره الساعة 8 الصبح، صور صورة كده ايه البيدروم الاثنين نايمين، هي صاحية ومجهزة العيال وهو بيشخر، هو صاحي ومجهز العيال وهي نايمة، او الاثنين صاحيين. انتوا معايا؟ يوم الحد الروحيات دي ايه؟ الحد هنعمل ايه؟ هنتخانق مع بعض عشان نروح الكنيسة؟ ولا هو هيروح الكنيسة لوحده وهي ما بتروحش كنائس؟ ولا هو هما الاثنين هيروحوا مع بعض؟ ولا هما الاثنين مش فارقه معاهم وكل سنه طيب نبقى نشوفهم على عيد القيامه؟ الجسد يقول اوكي، المشاعر تقول اوكي، الكومن سنس يقول اوكي، الروحيات تقول اوكي. حط بقى كل دول مع بعض، في حد فيكم بيطبخ؟ الاثنين الرجال اللي بيطبخوا ده مؤشر برضه، الاثنين الرجال اللي بيطبخوا تعرفوا تعملوا شوربة، مش شوربة فراخ، شوربة ولا سمع شوربة ولا شعرية، شوربة خضار. اه شوربة خضار تفضل تقطع في كل حاجة. وبعدين ايه؟ مش عيانة أقول مش شوربة خضار. وبعدين تفضل تحطها، بس تحط الحاجات اللي بتستوي بسرعة تحطها في الاخر، وعارف في الاخر ايه، تحط شويه سيزنينج وكل ده يتخلط، وعارف في الاخر تدوق بقى تقول ايه الله الله دي حلوه قوي. تحط صوت الجسد، وتحط صوت ايه المشاعر، وتحط صوت العقل، وتحط صوت الروح، تحطهم كلهم مع بعض، تبدا تعمل ايه صلاه. تبدا نصلي وتحط الامور على المذبح، وتكلم اربع اطرافها، تتكلم اربع اطرافها، تطلب من ابونا يصدركم، وتطلب ان الناس القريبين يقولوا رايهم بصراحه، وكل ده يتحط في الصلاه، فتلاقي في سلام جواك وفي ارتياح، وتبقى هنا ده احنا كده في السكه الصح. لكن ان احنا نتلهو، ان احنا نتجوز عشان انا عاوز، انا خطبت وفكت وهي فكت، فانا عاوز اقول لها انها ايه خسرت خساره شديده، فأنا هتجوز كمان شهرين عشان إيه أحرق دمها، أو البيت جحيم. أسباب الغلط، الأسباب الخاطئة للزواج اللي ما تنفعش، البيت جحيم وأنا عاوز أخرج من البيت بأي طريقة. فأول واحد يخبط على الباب أنا موافقة، بس خدوني بسبب جحيم في البيت، بسبب ضيقة مادية، أو إحنا مثلا ظروفنا المادية صعبة فعاوزين في حد يساعدنا ماديا، بسبب صوت الجسد عالي، ده دي خطية، وبسبب I want to get back، أنا بقى عاوز أوريها إن أنا أقدر أتجوز إيه أحسن منها، وإنها تعرف تندم على القرار اللي هي، فأبدأ أخد قرار بالارتباط. او بسبب ان انا عاوز ورق، ولا عاوز فيزا، ولا عاوز اسيب مصر واخلص، ايا كل دي اسباب خاطئه. في الاخر الواحد مش واخد ابعاد الديسيجن، ومش عارف اهميه الديسيجن ده، فلاقي ان احنا ايه بقينا في الاخر وقعنا في مشكله كبيره.
وربنا المجد دائما ابديا امين. فافتكروا بس التريانجل ده وافتكروا ان المشاعر وهي ثابته الايه العقل ثابت، وافتكروا ايه الخمس حاجات. اول حاجه ايه؟ الجسد المشاعر العقل الروح وكده ايه الروح القدس. دي بقى الاربعه دول هم دول شوربه الخضار، هقطعهم واحطهم كلهم، والصلاه والاناديس والمطريات ورأي ابونا، كل ده في الاخر هتطلع ايه؟ في سلام في قلبي وسلام في قلب اب اعترافي. كل الامور ايه؟ من ربنا، لان الرب يكلم شعبه بالسلام. طب الاسئله ممكن